نيجي للمرحله الثانيه، ما عرفتش اطلع من مرحله الاحباط. تعالوا هناك خاطب النساء بقى، انا ما عرفتش اطلع من مرحله الاحباط وشكرا بقى، شكرا. انا الاحباط عندي واصل لاخره، والاحباط عندي واصل لدرجه كذا، فاكتئبت. حريم بقى، حريم اصلا الكيرف عامل طالع نازل طالع نازل، لسه شايفه فيديو البنوته بتعيط. بعدين بابا بيقول له حاله لبست خلاجاتها، قعدت مش عارفه تعمل له ايه، وبعدين سكت فعيطت وهكذا. يعني الحمد لله علينا، احنا ما بين كيرف الضحك والحزن طالعين نازلين. طيب عايزه اقول لكم لما تكتئب المراه. طيب نكلم البنات المره دي بقى، البنات احنا بدانا بالصفيان اهو، خلينا في البنات. اشرب واكلمك. لما تكتئب المرأة، تعالوا البنت، البنت لما تكتئب تكتئب ليه؟ مفيش حد في البيت فاهمها، أمها من العصر الحجري وأبوها من العصر الفرعوني باين مثلا، ولا مثلا ما قبل العصر الحجري، صاحباتها مالهاش صاحبات، أو صاحباتها بيفهموها غلط، أو مش لاقية نفسها، أو مفيش هدف وشغف هي بتعمله، بعيدة عن ربنا سبحانه وتعالى. وده أمر، بصوا بقى عشان لو طلع أي حد يقول لا ساعات، بصوا يقول لك ايه؟ اصله بيصلي وبيصوم وبيقرا قران، في حاله مرضيات، يعني في حالات مرضيه، لكن بصلي وبصوم وبقرا قران، لكن فين الروح؟ فين الروح؟ بدون روح، طب ايه فرحتي انا قاعد صايم كذا وكذا؟ لو فين تدبر معاني القران؟ فده سبب ولا انكره ولا هصدق اي حد يقول خلاف كده. في حالات مرضيه بيغيب عنها العقل فترات وفترات، ساعتها نقول لا روحوا علاج النفسي وخدوا دواء وده وكذا وكذا. لكن طول ما انا عقلي حاضر ومش فاهم معنى الله القائم القيوم، اسم الله القيوم، الرب القائم على نفسي والقيوم على امور عبادي، القائم على امور عبادي، القيوم على نفسي والقائم على امور عبادي، مانيش فاهم، مش فاهم الصمد يعني ايه، مش فاهم. بقرا وبعمل وكذا بس مش واصل لقلبي طبعا، فبتحس انها لوحدها، فتحبط تكتئب. اطلع من الدنيا دي ازاي؟ لازم نطلع منها، لازم نطلع منها، واقول لكم ازاي. طب ده البنات. طب الزوجات تقول لك الزوج ما ولا بسمع عنه حاجه، بيقعد ل 24 ساعه ولا بيكلمها، بيتجنب اصلا يبص في وشها، بتقول لك اصلا ما برضاش يبص في وشي ولا يوجه لها كلام، ونقد مستمر، نقد مستمر، وما هوش موجود ولا انا. يا جماعه تعالوا هنا مخاطب الزوج، الزوج او الاب اللي مش موجود، يقول لك مش موجود يعني مسافر، لا 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 لا، هو في البيت بس مش معيشها، مش مديها الحاجتين اللي هي محتاجاهم، المراه يسمعها كلام حلو وتشوف في عينه ان هي واحده ست، مفيش الكلام ده، مفيش خلاص، ما في البيت مرزوعه، ما مش عارف ايه ولا في ايه ولا في ايه ولا القصص دي، مش عامل لها قيمه في البيت. والقيمه مش معنى ان يعديها ان هي تؤمر وتنهي، لا لا لا، القيمه انها تحس انها ست في مملكه زوجها، ملكه، ملكه متوجه كده، ملكه متوجه، صح يا شيشو؟ بقول لك لو كان في البيت قاعد 24 ساعه الموبايل ما بيسيبوش، يعني لو بره البيت وهو بره ما بيتكلمش ولا بيتواصل ولا الكلام ده، وجوه البيت قاعد على الموبايل. تعالى اما خاطب الرجاله والازواج، يا ابني لازم يكون لك روح ودور وحضور في بيتك، روح ودور ودور، والدور ده هقوله لك دلوقتي، وحضور في بيتك. لازم تعمل بصمات مع اولادك، لازم اولادك يحسوا ان ابونا موجود، وتعمل بصمات فرح، لعب، هزار، ضحك، ذكريات مع اولادك ومع زوجتك، مش بس والزوجه كمان، يحسوا ان ابونا موجود، احنا فرحانين بوجوده، مش احنا زعلانين ومش عايزين يبقى موجود. هحكي لكم موقف مضحك جدا جدا مع زوجي والاولاد، ان شاء الله بيعمل لنا بصمات، مش عايز اقول لكم البصمات ده. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم قواعد النحو، يعني اما يحب يعمل بصمه نفتكرها يدينا قاعده من قواعد النحو، وايه بقى ويلحنها لنا ويغنيها لنا والكلام ده. قول يا رب طب يعني مفيش اي على الاكل، عايزه اقول لكم طب مفيش اي مخرج خلاف قاعده النحو، يعني مش مهم، مش مهم، المهم ان يبقى فيه بصمه موجوده، ما يبقاش دايما غم ونكد. احنا فاكرين خمس او قلنا خمس او ست حاجات لمدمرات العلاقة خصوصا عند المرأة، يعني تدمر فعلا حالتها المزاجية وحالتها القلبية والعاطفية في قلب منظومة الزواج. وركزوا معايا في الكلام ده، أنانية،
انانيه، والزوج اناني جدا، مش هو نفسه ومصلحته وحاله ونومته واكله بتاعه، ماليش دعوه بالبنت التاني، انانيه يدمر الزواج. حساسيه مفرطه، انت ايه وكان قصدك ايه وبتقولي ايه، ده طبعا عنده مهزوز الثقه ومهزوز الثقه في نفسه ونظرته لنفسه، او غيره زائده بدون وجه حق، او كثره اللوم والنقد ويبقى بقى حياتنا يعني سواد السواد، لوم 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 لوم، نقد 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 نقد، او حب التملك هو كده، واذا كان عاجبكم يعني هو كده، انا ولن يعني اتنازل عن هذا الامر. والزوج اللي بيبقى بالشكل ده مش بيدمر زواجه بس، بيدمر قلب زوجته، ترجع تاني الله اعلم. هو اللي بيتدمر بيرجع، هو اللي بيتدمر بيرجع. طب اطلع ازاي من الحاله دي؟ انتي الاستعانه بالله سبحانه وتعالى اولا واخر. محدش نافعك يا بنتي، محدش نافعك، انا بقول لك اهو، لا زوج ولا عيال ولا دنيا، صحتك والمحافظه عليها لنفسك ولدينك والربك والعباداتك والاولادك والبيتك ولزوجك طبعا. نحو يا اسماء، اسماء الناوي، نحو حبيبتي، تحب النحو؟ ماشي يا اسماء. فطبعا كون ان 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 انك اوصل للمرحله دي، رقم واحد استعيني بالله، رقم اتنين هو في حد يستحق ان انا اخسر صحتي عشان؟ طيب الحاجات اللي بتسبب لي الامر ده ينفع ادفع الضرر وامنحها؟ اه، واحنا اتكلمنا كتير جدا في كل سبب من سبات الخمسه او السته اللي انا قلناها، انانيه، حب تملك، نقد ولوم مستمر، حساسيه مفرطه رهيبه، قصرت إيه، عارفين بقى اللي هو يقول لك ايه، لا هو انا رايي والاخرين لا، واذا كان عاجبكم كارثه. طب كل حاجه من دول لها حل، ورجعوا للحلقات.